معانا على التليفون دكتور حسين حمايل المتحدث باسم حركة فتح. أهلا بيك يا دكتور حسين. أهلا فيك، الله يسعد مساك. أهلا بيك دكتور حسين. يعني مهم عندنا أن احنا نشوف أو نسمع رؤيتكم أولا كحركة فتح، وهي الحركة التاريخية يعني في المقاومة الفلسطينية في قضية الصراع العربي الصهيوني حول التصعيد الأخير والدفع بأهالينا الفلسطينيين في القطاع إلى أقصى الجنوب وصولا إلى رفح المصرية، فأصبحت المخيمات رفح الفلسطينية أصبحت المخيمات الفلسطينية يعني بينها وبين خط الحدود المصري عشرات الأمتار. نعم أخي، أسعد الله مساءك، بشكرك على هذه المقدمة التي تنبع من إنسان عربي أصيل، من إنسان يعني نعتبره إنسان وطني، سواء كان وطنيا لمصر الحبيبة الشقيقة أو كان لفلسطين الجريحة المكلومة. أخي الكريم، مخطط بنيامين نتنياهو ومخطط هذه العصابة المجرمة في دولة الاحتلال يسعون باتجاه واحد منذ بداية هذه الحرب، إلى أن يكون تهجير للشعب الفلسطيني. وما يقوم به اليوم من أعمال في رفح في جنوب قطاع غزة هو الهدف المعلن عنه منذ بداية هذه الحرب. هذه عصابة إجرام، هذه عصابة لا تفهم إلا القتل وإلا الإجرام وإلا التدمير. فهم رفعوا شعارا، مات هذا الشعار بحكم الموقف الثابت للشعب الفلسطيني من خلال هؤلاء الأبطال الموجودين في قطاع غزة الذين يتصدون إلى طائرات العدو وإلى مدفعية بأجسادهم العارية، إضافة إلى الموقف الصلب من القيادة الفلسطينية في منع التهجير، وكذلك أسند إلى هذا الموقف موقف مصر الشقيقة قيادة وشعبا، وهذه شهادة نقولها أمام الله. وكذلك الموقف الأردني، ورأينا ماذا قال الموقف السعودي أيضا في دعم الشعب الفلسطيني. نحن نعلم بأن كل دولة لها ما لها وعليها ما عليها من أمور داخلية ومن إمكانيات ومن مسؤولية لضمان حياة البشر في ظل هذا الإرهاب الصهيوني الإجرامي ضد الشعب الفلسطيني الذين يحاولوا أن يمتد هذا الصراع إلى أكثر من فلسطين، وأنتم تروا ويرى الجميع ماذا تقوم به إسرائيل. طب لماذا يقوم لماذا إسرائيل تقوم بما تقوم به الآن؟ هي تقوم بسبب أولا الدعم الأمريكي، ومن هنا أخي نحن نحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الأولى عما حصل للشعب الفلسطيني، وذلك للدعم الذي قدمته أمريكا لإسرائيل من خلال الدعم الغطاء الدبلوماسي والسياسي وحق النقد الفيتو، إضافة إلى إمداد العسكري والمالي لدولة الاحتلال. صحيح. هذا أولا. ثانيا، بما يخص رفح، من يتحمل المسؤولية هو بلينكن وبايدن اليوم، لأنه أنت تعلم والمستمع يعلم وكل الدنيا تعلم أن أمريكا تستطيع أن تقوم بإيقاف هذا الإجرام وهذا القتل في ساعات إذا أرادت، ولكن هذه المناورات السياسية وهذا الكلام المعسول الذي يخرج من أفواه الساسة الأمريكيين لن نصدقه طالما بقي هناك قتل وإجرام، لأن إسرائيل أضعف بكثير وأوهم بكثير من أنها تعتدي على الشعب الفلسطيني وتجعل المنطقة كاملة ملتهبة لولا الغطاء الأمريكي وغطاء المنافقين في الاتحاد الأوروبي في الدول الاستعمارية أمثال فرنسا وبريطانيا وألمانيا. هذه حقيقة يجب أن يفهمها القاسي والداني. في قضية مهمة، لماذا الشعب المصري يدفع من استقراره السياسي والاجتماعي والاقتصادي وحتى السياحة في لماذا يدفع هذه الفاتورة من أجل دعم متطرفين وقتلة في دولة الاحتلال، دعم سموتريش وبالغفير الذين تتلمذوا على يد دوب إليو المتطرف المجرم الذي يضع اليوم بالغفير صورة من ارتكب مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل على مدخل بيته؟ لماذا ندفع نحن كعرب ومنطقة هذه الفاتورة من عدم الاستقرار؟ لماذا؟ حتى نرضي الجندات المتطرفة عند بالغفير وسموتريتش وبنيامين نتنياهو؟ ومنهم هؤلاء أمام عظمة المنطقة بشعوبها وباستقرارها وبحياتها وبسعادة أطفالها، من هم هؤلاء؟ هؤلاء مكانهم فقط مزار التاريخ. بالغفير الذي يتكلم اليوم ويريد تهجير الشعب الفلسطيني
عليه 80 قضية مرفوعة في المحاكم، في محاكم دولة الاحتلال. بنيامين نتنياهو عليه قضايا فساد واختلاف، وهو يريد إطالة عمر الحرب هذه حتى لا يذهب إلى السجن ولا تسقط حكومته. أيعقل أن هذه منطقة بملايين البشر الموجودين فيها باستقرارها بحياتها بسعادة أبنائها تدفع فاتورة هؤلاء القتلة؟ يعني أصبح الأمر لا يستطيع أن يستوعبه عقل إنسان. وأنا بحكي لك أخي الكريم، إذا حصل الهجوم على رفح في ظل هذا الاكتظاظ في البشر في رفح، تأكد نحن سنذهب إلى كارثة وصدمة كبرى طبعاً. لن تكون فقط في فلسطين. أنت اليوم تتكلم عن البحر الأحمر وما حصل فيه. البحر الأحمر تضررت التجارة وتضرر الاقتصاد ورفعت الأسعار إلى آخره. لماذا؟ بسبب اعتداء إسرائيل. جنوب لبنان، الأردن، العراق، سوريا، فلسطين، مصر. لماذا ندفع هذه الفاتورة؟ على أساس أنه يتعامل بايدن وبلينكين بأن إسرائيل ورقة رابحة في الانتخابات الأمريكية؟ هي دكتور حسين، هنا يجي سؤالين بعد إذن حضرتك. أول سؤال، الولايات المتحدة الأمريكية ومعها المملكة المتحدة بريطانيا يحاولون القيام بعلاج عرض، ألا وهو ضرب مجموعة عبد الملك الحوثي في باب المندب، ولا يعالجون الجذور. يعني الحوثيين تحركوا فقط بسبب ما يحدث في فلسطين، قبل كده ما كانوش بيقربوا من حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر. فالسؤال، هل تعتقد أمريكا أننا مغيبين سياسيا إلى هذا الحد، وإلى متى سوف تستمر في هذه الطريقة؟ يعني ضرب أمور فرعية وعدم علاج الجذر في فلسطين. من ناحية أخرى، جو بايدن بتصريحاته الأخيرة، ويمكن ده السؤال الثاني أنا آسف، لكن بتصريحاته الأخيرة حول أنه يعني يحاول أن يتحدث مع فخامة الرئيس السيسي لتمرير المساعدات إلى الجانب الفلسطيني، وهو يعلم جيدا أن مصر لا تتوقف على الإطلاق، وأنه التعنت هو من الجانب الصهيوني. هل يحاول أن يكسب جو بايدن جانب من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية لعله يساعده على الفوز بالانتخابات؟ أخي الكريم، أنت سألت سؤالا مهما واستراتيجيا. هذه الحرب اليوم سببها هو كرسي الحكم عند بنيامين نتنياهو وعند بايدن. للأسف الشديد، بايدن دفع فاتورة وسيدفع فاتورة باهظة جدا بسبب ما قام به من تخبط ومن مواقف متطرفة في بداية الحرب أكثر من غفيره ومن نتنياهو، ثم عاد وتراجع. بالأمس بلينكين يتكلم بنتنياهو حسب ما ورد للإعلام، ويقول بأنه ستبقى دماء أطفال غزة تلاحقني إلى مماتي. هذه شعارات، ولكن الحقيقة كان الأولى ببلينكين وببايدن وبكل الساسة الأمريكيين أن يأتوا ليعطوا الشعب الفلسطيني حقه. أما بما يحصل في البحر الأحمر وغير البحر الأحمر، على الأمريكان أولا وعلى دولة الاحتلال ثانيا أن تفهم شيئا استراتيجيا، أن كل حروبها السابقة والحالية واللاحقة ونظرياتها الأمنية وإمكانياتها العسكرية هي لن تجلب لها الأمن والسلام، لأن الشعب الفلسطيني ليس بالصورة التي يحاول البعض أن يصوره بأنه شعبا مدججا بالسلاح. نحن والله سيدي ناس بالنسبة لإسرائيل وإمكانيات أمريكا نحن عزل، ولكن نحن أصحاب الحق والحقيقة في هذه طبعاً الأرض طبعاً. ولن يهدأوا على هذه الأرض، ولن يأتي لهم الأمن والاستقرار إلا بحل شامل للقضية الفلسطينية. وهذا ليس فقط مصلحة للشعب الفلسطيني، هو مصلحة للمنطقة جمعاء. في تصريحات كثيرة صرحناها نحن في حركة فتح، وقلنا للعالم أجمع بأن هذه الحكومة حكومة خطر استراتيجي على أمن واستقرار الشعوب في هذه المنطقة وفي العالم. صحيح. ونحن هنا لا نبالغ عندما نتكلم بهذا الموضوع. والخطوات الأخيرة من شأنها والخطوات الأخيرة من شأنها أن تتسبب في انفجار المنطقة وليس فقط في اشتعالها. خليني أشكرك أولا دكتور حسين حمايل المتحدث باسم حركة فتح.